وملفنا الثاني في هذه الحلقة عن استمرار انتشار فيروس كورونا، حيث عبرت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من استمرار اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم بعد أن التحقت 3 دول جديدة بالدول التي وصلها الفيروس، وفي وقت لا يزال الغموض يحوم حول مصير المصابين في ظل حداثة إصابتهم وعدم تبين شفائهم من عدمه بعد، أربكت إجراءات العزل الصحي ووقف السفر بين العديد من الدول العديد من القطاعات والمجالات. فقد أعلنت واحدة من كبرى شركات الطيران البريطانية انهيارها بسبب التراجع الكبير في الحجوزات، اضطرت شركات طيران أخرى إلى دمج السفرات بينها بسبب ضعف الحجوزات أيضا. إلى ذلك نفذت العديد من المواد من السوق في العديد من العواصم الأوروبية بسبب الإقبال الكبير عليها، لا سيما أدوات التنظيف والتعقيم. انتشار فيروس كورونا يتزايد بشكل مستمر في دول مختلفة. في بريطانيا على سبيل المثال، قبل بداية هذه الحلقة ارتفعت حالات المصابين بفيروس كورونا إلى 115 حالة، منهم 25 حالة في العاصمة البريطانية لندن. الدول العربية أيضا تتزايد فيها الإصابات بشكل مستمر، وهناك دول جديدة انضمت إلى القائمة صباح اليوم. لمناقشة انتشار هذا الفيروس أرحب معي عبر الهاتف الدكتور نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية، تنضم إلينا من برمنغهام. أهلا بك معنا. نعم دكتورة، كيف راقبت استمرار انتشار الفيروس اليوم؟ طبعا هو كان متوقع الانتشار، لأن هي أي حالة يعني بيتم اكتشافها معناها ان في حالات اوريدي وصلت وكانت في الدور الكمون، يعني او اللي احنا بنسميه يعني بيبقى الفيروس كامن ولم يتم اكتشافه، لان هو الفيروس بيقعد اسبوعين قبل ما يظهر، يعني بيكون في حالات غير ظاهره وثم يظهر عليها الاعراض بعد ذلك يعني. واعتقد ان الحكومه البريطانيه يعني لم تمنع اي مسافرين قادمين مثلا من الصين حتى او من دول أخرى فيها العدوى من إن هم يعني يخشوا البلد. طبعا يعني بيتم عليهم الحظر الصحي وإن هم بيعزلوا يعني لمدة أسبوعين، ولكن في طبعا بيحصل كونتاكت يعني مع المرضى دول، سواء عن طريق الناس اللي هم يعني تواصلوا معهم، سواء مثلا ممكن في الطائرة ولا في طيب يعني كيف نفسر اتخاذ العديد من دول العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة على المستوى الصحي إجراءات للحد من انتشار المرض، ومع ذلك يوميا أعداد الإصابة ترتفع بشكل كبير؟ هي إنجلترا كانت واخدة أسلوب مختلف شوية، حتى هم النهاردة في التلفزيون الإنجليزي نفسه انتقدوا أسلوب الحكومة، قالوا ان هم كانوا يعني لم ياخذوا الحذر الكامل يعني من هذه العدوى مثل بقيه الدول، ان هم كانوا خايفين من ان هم لو اعلن يعني حاله الترقب الكامل وحطوا المستشفيات على هب الاستعداد، ان ده هياثر على المرضى الاخرين في الوقت ده اللي احنا بنعتبره هو بيسموه هنا وينتر بريشر، يعني اللي هو في اثناء فصول الشتاء أصلا بيزيد عدد المرضى بطريقة صعبة جدا. يعني احنا مثلا بنشوف تقريبا يعني 40% زيادة في أعداد المرضى عن شهور الصيف. فهم كانوا معتقدين ان هم ممكن ان المرض يعني يعملوا containment low او احتواء في فصول الشتاء، ولما يظهر في فصول الصيف يكون الوقت يعني أحسن وفي عدد من الدكاترة أكتر. وأعلنوا حتى النهاردة أن مثلا في 50,000 ممرض ناقص في على مستوى NHS كلها يعني، وأن ده ضعف من الحكومة السابقة. يعني كان أنا يعني سمعت المناقشة كلها اللي هي كانت مع وزير الصحة السابق جيرمي هانت وزير الصحة الحالي، اللي هو أعلن النهاردة في البرلمان يعني إن هي الأوت بريك متوقعة قريبا جدا، وإن إحنا ممكن يعني نخش في يعني نبقى مثلا زي الصين يعني في مثلا في خلال. طيب يعني هو بمناسبة الحديث عن بريطانيا ووزارة الصحة والـ NHS كانت بتعطي بريف يومي
على تويتر بأعداد الإصابات، أماكن الإصابات، انتشار الفيروس. ولكن منذ الأمس اتخذت الحكومة قرار ووزارة الصحة في بريطانيا قرار بنشر بريف أسبوعي فقط، يوم واحد في الأسبوع. هل ده لأن الأمور بتخرج عن السيطرة في بريطانيا، بيريدوا تقليل حالة الهلع والخوف اللي بدأت تنتشر، ولا ده لي يعني تفسير آخر يتعلق بأمور طبية؟ لا، أنا أعتقد ذلك، يعني إن هم عايزين يقللوا نسبة الهلع في الحكومة، من قصدي من الهلع من الشعب، يعني إن هو ما ينشروش بقى أخبار إن المرض ينتشر والكلام ده. بس زي بيقولوا يعني النهاردة إن انتقدوا الحكومة نفسها وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ومثلا عزل الناس بطريقة يعني تكون أشد من مما كانوا يعني بيفعلوه، لأن ده أدى إلى انتشار المرض بسرعة الآن. يعني ف يعني زي ما قلت إن هم قالوا علشان إن ما كانش المستشفيات مستعدة، هم حاولوا إن هم يأجلوا يعني احتواء المرض بكل الطرق. طيب، هل يمكن أن نشهد إجراءات استثنائية في الأيام القادمة؟ أعتقد إن الموضوع هيتساعد أكثر، وده برضو اللي هم البروفيسور في بروفيسور اسمه ويتي النهاردة راح يتكلم في البرلمان، هو أصلا مسؤول عن الفيروس الكورونا يعني، أو اللي هو يعني هاو تو ديل وذ ات في إنجلترا، وأعلن يعني طبعا طرق الوقاية من الإصابة والحاجات اللي احنا عارفينها، يعني غسل اليدين والإتقاء يعني عدم لمس الوجه باليدين بالذات، لأن هو الفيروس بيقول ممكن يفضل عايش على الأسطح الهارد يعني سيرفيسز لمدة 3 أيام. فاحنا ممكن لو احنا مثلا بنلبس اي حاجة يعني زي في مثلا الاندر جراوند في الاوتوبيسات اللي هي الحاجات اللي هي فيها احتكاك بين الناس، والفيروس جه على ايدينا ولو لمسنا وشنا او الانف فده برضو هينقل الفيروس يعني. فطبعا لازم. الدكتور نيال ابو سيف استشارية الامراض البطنية الحادة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من برمنغهام.